للمزيد من المتابعه ينضم الينا عبر الهاتف سياده اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق ومستشار باكاديميه ناصر العسكريه. بعد التحيه سياده اللواء. اهلا وسهلا. الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تحدث في كلمته عن الصعاب والازمات الحاليه التي تخطتها الدوله المصريه في الفتره الماضيه من محاربه الارهاب والازمات الاقتصاديه، برايك كيف تعبر مصر التقلبات الراهنه الى بر الامان؟ ليست هذه اول مره تواجه فيها مصر هذه المصاعب او هذه الازمات. مصر دولة تمتلك إرادة شعبها. على مر العصور وعلى مر الأزمنة واجهت مصر الكثير من هذه الأزمات، وبإرادة شعبها وبإصرارها وبتكاتف كل الأبناء المصريين استطعنا أن نعبر هذه الأزمات بإرادة الشعب المصري. نحن الآن كما عبر السيد الرئيس نحتاج دائما أن نكون معا، أن نعرف أين الطريق، أننا نرى جميعا طريقنا أمامنا، أن يكون هناك إيضاح للرؤية أمام كل المصريين ولا ننجرف نحو أي شائعات أو أي معلومات مغلوطة، لأن الشعب المصري مستهدف، وما نفعله الآن هي أعمال غير مسبوقة في تاريخ مصر، لم يراها مصر إلا في عصور النهضة، أن نتفوق أن نتقدم بمثل هذا التقدم الذي حققناه في تلك السنوات الثمانية الماضية. الاقتصاد المصري، البنية التحتية، الكتلة الحيوية في مصر، القدرة العسكرية، كل قدراتنا الحمد لله بتنمو وبتزدهر وبتزداد، وكل هذا يحتاج منا دائما تضافر كل جهودنا. رقم واحد. رقم اثنين، ان نوضح دائما صورة الموقف امامنا، والا ننجرف وراء اي شائعات او اي معلومات مغلوطة من اي اتجاه لا يريد لنا لا الخير ولا يريد لنا التقدم. نعم، اليوم كان هناك مشاعر الفخر والسعادة والأمل والتفاؤل بتخريج دفعات جديدة للكليات العسكرية. شاهدنا وتابعنا عروض عسكرية مبهرة أثبت فيها أبناء القوات المسلحة أنهم جديرون بحمل اللواء. كيف تابعت اليوم حفل تخريج طلبة القوات المسلحة؟ يوم عيد، ده يوم من أيام القوات المسلحة، تخريج دفعات جديدة وانضمامهم إلى الخدمة في القوات المسلحة. هذا يوم عيد يستحق الاحتفال ويستحق أن نعتز في دخول أبناء جدد بهذه الروح، بهذه البناء الجديدة، بهذا الإصرار، هذه إضافة إلى قدرتنا. وعندما نضيف مثل هذه القدرات إلى قدرتنا الشاملة من خلال قدرتنا العسكرية، يجب أن يكون هناك تعبير عن هذا الفرح من كل المصريين. يجب أن يشعر كل مصري أن هذا يوم من أيام العزة، يوم من أيام الكرامة، يوم من الأيام التي تدفع فيه مصر بخيرة أبنائها إلى الصفوف الأولى، إلى صفوف القوات المسلحة، لكي يكونوا رأس حربة للدفاع عنها وتأمين مسيرتها. هذه الأيام التي تتخرج فيها الدفعات العسكرية يجب أن نجعل منها أيام احتفاء وأيام نعتز بها دائما، ندرسها لأبنائنا لكي يكون الجميع على دراية أن هذا اليوم يوم مسؤولية. هؤلاء الأبناء بدخولهم إلى القوات المسلحة وتحملهم المسؤولية إضافة إلى الرجال الموجودون في القوات المسلحة، كل هذا يشكل طرحة، يشكل ازدياد في قدرتنا، وبالتالي يجب أن يكون هذا اليوم يوم فخر لنا جميعا بإضافة قدرات جديدة إلى قدرات دولتنا الشاملة وقدرات قواتنا المسلحة. نشكرك سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك.